السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الخوت؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله ييسر الامور للجميع. كما تلاحظون الاخوان، هذا واحد البرودوي ديال الاشياء اللي تتكون في النباتات والخضروات، هذا هو اللي كان الاخوان، وطبيعي يعني هذه واحد الغبره تتقتل، هذا هو اللي كاين. كان نصحني بها واحد الصديق شحال هذه، وكنت نستعملها ملي كان عندي الفاش ديال الريش، والحمد لله جابت معايا نتيجه ممتازه ولله الحمد. انا نوريكم تقريبا الطريقه كيفاش استعملتها الاخوان. هذه الطريقه هذه تستعملها يعني مرتين في الاسبوع، حتى يعني ما تبقاش تشوف يعني تقريبا الريش ديال الطائر تقاد، هذا هو اللي كاين. استعملها مرتين في الاسبوع يعني، وحاول ما تعطيش يدوش حتى الغد ليه، هذا هو اللي كاين، حاول ما تخليش يدوش حتى الغد ليه. غنوريكم الطريقه ديالي ان شاء الله كيفاش نستعملها، يعني كما ذكرت يعني مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع راه تجيب نتيجه الاخوان. وحاول تشوف يعني يعني مسألة ديال بحال هذا النوع، إلا ما كانش يعني شوفوا شي أنواع ديال الخضروات والفواكه، هذا هو اللي كاين. هذه تنستعملو أنا في الجرد، هادشي علاش هو باقي عندي، هذا هو اللي كاين. فلهذا يعني أنا تنستعمل أيفوماك الحمد لله، لحد الآن ما عندي تا شي فاش ولله الحمد، هذا هو اللي كاين الإخوان. تقريبا كما تلاحظون حطيت شوية هنايا هادي هي الغبرة اللي تتكون داخل سميتو، تتشد الطائر، حاول ما ديرهاش ليه في الوجه ديالو، تشد الطائر، تحاول ديرها ليه في الأجنحة ديالو. الأكثرية ديال الفاش الإخوان يعني تيكون في الأجنحة، في الأجنحة وعلى الظهر ديالو. بالنسبة للفاش والديل ديالو، تالديل ديالو تاهو كذلك، حاول ديرها ليه على الجسد ديالو كامل، إلا الرأس ديالو يعني حدا العينين ديالو، والإخوان يعني هذه يعني مجربة 100% الإخوان، ولله الحمد يعني جاب لي نتائج مع الفاش، هذا هو اللي كاين من قبل. يعني كان سألني واحد الأخ يعني على الفاش ديال الريش، عليك اخويا بالنظافة، تقدر دير يعني مسائل طبيعية، دير الطيور إلا ما عندكش اخويا الايفوماك، ولا ما عندكش يعني سكات ولا انواع ديال الفاش، تقدر تستعمل هاد القضية هادي. يعني كما تلاحظون بحال قلتي يعني تندخلها للطائر يعني في الأجنحة ديالو باش يدخل، تتخليه يعني يسرح جنيوحاته، هذا هو اللي كاين راه قبيح. هذا الهاجين خير ان شاء الله، تحي خير ان شاء الله. هذه تجربتي الاخوان يعني مع هذا المنتوج 7 يعني 7 5 داست، يعني ما شاء الله تجيب نتائج مزيانه بالنسبه للفاش ديال الريش. لهذا تنصح به الاخوان اللي ما عندوش الايفوماك، واللي ما عندوش السكات، واللي ما عندوش برودويات ديال المساله ديال شنو يقولوا لي يعني ديال الفاش. لهذا تنصح بهذا، راه تجيب نتائج بالنسبه للفاش ديال الريش. اتمنى يعجبكم الفيديو الاخوان، لتعم الفائده للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.